بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الترجيع للعزباء والمتزوجة والحامل والرجل في المنام. ويفسر حلم الترجيع ويختلف فيه وفقا للحالة التي عليها الرائي، وكذلك الحالة الاجتماعية للحالم. لذلك فإن رؤية الترجيع يختلف تفسيره بالنسبة للعزباء عن الرجل المتزوج وكذلك المرأة الحامل أو المتزوجة. فتفسير حلم الترجيع في المنام للبنت العزباء يشير إلى ابتعاد الأعداء عنها وأنها ستكون آمنة، كما أن تفسير رؤية الترجيع في المنام للعزباء يشير إلى أنها ستنال الفرح والسعادة في حياتها، كما أن تفسير رؤية القيء في المنام للعزباء الفقيرة دليل على أنها ستصبح فتاة ثرية عما قريب، وتفسير الاستفراغ في المنام للعزباء الغنية بالفعل دليل على خسارتها المال الكثير في حياتها، وحلم الغثيان للمتزوجة والترجيع المصحوب بالدم يشير إلى اكتسابها المال الحلال عما قريب، وتفسير ترجيع الدم في المنام للمتزوجة دليل على أنها سترزق بالمال الوفير وتصبح من الأثرياء، كما أن تفسير الترجيع في المنام للمتزوجة أيضا دليل على حملها عما قريب، كما أن تفسير رؤية الترجيع في الحلم للمرأة الحامل دليل على إنجابها مولودا معافى من الأمراض ويتمتع بالصحة والعافية، ورؤية القيء الأسود في المنام للحامل دليل على تخلصها من المشاكل والهموم التي تؤرقها في حياتها، ورؤية الترجيع الكثير للسيدة الحامل يشير إلى هلاكها أو موتها، كما أن تفسير رؤية الترجيع في المنام للرجل وكان بالفعل يتمتع بصحة جيدة دل ذلك على تخلصه من أعدائه، كما أن تفسير خروج الأمعاء مع الترجيع في الحلم للرجل يشير إلى موت الابن أو الرائي نفسه إذا كان مصابا بالمرض، ورؤية ترجيع ثعبان في المنام للرجل يشير إلى اقتراب أجل صاحب الحلم، كما أن حلم الترجيع الخفيف في المنام للرجل إلى تخلص الحالم من همومه وأحزانه وسداد ديونه، ورؤية الترجيع في المنام للأعزب دون شعوره بالضيق دليل على تغيير أحواله نحو الأفضل، كما أن تفسير حلم استفراغ الطفل على ملابسه، فرؤيا ترجيع الطفل على الملابس في المنام دليل على توبة الرائي من ارتكاب الذنوب والمعاصي، ورؤية استفراغ الطفل في المنام أيضا دليل على ارتكاب الرائي للفواحش والمعاصي وشعوره بالهموم والأحزان، ورؤية ترجيع السحر في المنام دليل على نجاة صاحب الحلم من الهم والحزن في حياته، وشرب الخمر والترجيع في الحلم دليل على شدة بخل الرائي على أبنائه وعائلته، وتفسير حلم رؤية الترجيع للمريض في المنام دليل على موته، ورؤية الترجيع في الحلم للحامل يشير إلى إجهاض الجنين أو الولادة المتعثرة لها، ابتلاع اللؤلؤ وترجيعه في الحلم دليل على فقدان الرائي هدية أو هبة، ورؤية ترجيع طعام غليظ في المنام يشير إلى فقدان شيء هام في الحياة، كما فسر العلماء مثل ابن سيرين بالترجيع فقد قال في تفسير الترجيع في المنام دون خروج أي شيء من الفم فإن ذلك دليل على هلاك الرائي، وتفسير ترجيع عسل في الحلم دليل على أن صاحب الحلم يكون من حفظة القرآن، ورؤية ترجيع الحليب في المنام يرمز إلى عدم استقرار الحالة النفسية، ورؤية الاستفراغ وكان سيء الرائحة في الحلم دليل على ارتكاب الرائي الفواحش والمعاصي،
كما أن رؤية الاستفراغ بسهولة في المنام دليل على توبة الحالم عن فعل المعاصي والذنوب والعودة إلى رشده، كما أن رؤية عدم القدرة على الترجيع في المنام دليل على أن الحالم يجد صعوبة في اتخاذ قرار بالتوبة والبعد عن فعل المعاصي، كما أن رؤية الترجيع بعد تناول الخمر في المنام دليل على أنه ظالم لأهله. وبالنسبة لتفسير حلم رؤية الترجيع لابن شاهين، فتفسير الترجيع الأصفر في المنام دليل على أمان وتحصين الرأي ضد السحر والمرض، ورؤية الاستفراغ الأسود في الحلم يشير إلى تخلص الحالم من المتاعب والأحزان، كما أن تفسير رؤية القيء باللون الأحمر دليل على التوبة بعد الشعور بالندم الكثير حيال ما يفعله الرائي من ذنوب ومعاصي، ورؤية الترجيع كل ما في البطن يرمز إلى هلاك الرائي، ورؤية الصائم أنه يتقيأ يشير إلى عدم قدرته على سداد ديونه. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.